اندلعت حالة من الغضب الشديد على مواقع التواصل الاجتماعي بعد ظهور صفحة مشبوهة بتروج لأغاني مستخدمة الآيات القرآنية في محتواها تحت مسمى الأغاني القرآنية. رواد السوشيال ميديا وصفوا الصفحة بالمهينة والمثيرة للاشمئزاز، واتهموها بالسعي لتدمير أخلاقيات المجتمع والاستهانة بأقدس نصوص الدين الإسلامي. الغضب مش كان بس عند المستخدمين العاديين، لكن كمان شمل كبار الشخصيات الدينية اللي اعتبروا إن الصفحة دي بتروج لرذيلة تحت ستار الموسيقى وبتعمل على تحريف معنى القرآن الكريم من وسيلة لهداية الناس إلى أداة للإثارة والربح الرخيص. في وسط العاصفة دي جه تحرك الأزهر الشريف سريع وحاسم، وأعلن عن تحريم محتوى الصفحة دي بشكل قاطع، واعتبر أن استخدام الآيات القرآنية في أغاني هو اعتداء صارخ على حرمة الدين واستغلال القرآن الكريم في أمور لا تليق بمكانته. الأزهر أكد أن الأفعال دي بتهدف إلى تدمير الحياء والقيم الإسلامية، وأنها بتضرب في صميم العقيدة وتزعزع إيمان الناس، خاصة الأجيال الصغيرة اللي ممكن تتأثر بسهولة بالمحتوى المبتذل والمسيء ده. رد الأزهر كان واضح وصريح، الأغاني اللي بتحتوي على آيات قرآنية أو بتستخدم النصوص الدينية في غير محلها هي حرام بلا أي جدال، واللي بيحاول يشرعها أو يروج ليها هو شريك في إهانة القرآن والإساءة للدين. الأزهر استند في حكمه إلى أن الموسيقى اللي بتحرك الغرائز وبتثير الفتن وبتخلط بين الحرام والحلال هي مرفوضة تماما، لأن هدف القرآن هو إعلاء الأخلاق وتقويم سلوكيات الناس، مش تسليتهم أو إثارتهم. الأزهر الشريف كمان دعا المؤسسات المعنية إنها تتدخل بشكل فوري لمواجهة انتشار الصفحات المشبوهة دي، وأكد على ضرورة وضع ضوابط صارمة لحماية المجتمع من الانحرافات دي. الأزهر شدد كمان على إن محاولة تسطيح الدين وتحويله لأداة للتسلية هي جريمة في حق المسلمين كلهم، ولازم تتحط حدود واضحة لكل اللي بيحاولوا يستخدموا الدين كوسيلة لجذب الانتباه أو تحقيق مكاسب شخصية. في نهاية المطاف، الأزمة دي طرحت تساؤلات مهمة من جانب كل رواد السوشيال ميديا. هل هنسكت على التعديات دي على ديننا؟ ولا هنتحرك كلنا للدفاع عن القيم والمبادئ اللي تربينا عليها؟ الجواب لازم يكون واضح، مفيش مجال لتسامح مع أي حد بيحاول يهين القرآن أو يلعب بمعتقداتنا مهما كان مين وتحت أي مسمى.